بسم الله الرحمن الرحيم. خواطر حوالين العبادات، وعبادة جميلة سهلة محببة محتاجينها كلنا، عبادة الدعاء، أن تدعو الله ترفع إيديك إلى السماء وتقول يا رب يا رب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، لو سألوك علي، شوف الكلام الحنين، لو سألوك علي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. شوفوا كلمة فإني قريب، إيه الآية الحنونة دي؟ بس بقيت الآية فليستجيبوا لي. ما هو الدعاء يستجاب، مش كده؟ طب ما أنت تستجيب لربنا يستجيب لك، عشان كده قال فليستجيبوا لي، كأن عايز تضمن أن الدعاء مستجاب قوي. مستجاب مش كده؟ استجيب لله، استجيب لله فيما طلبه منك، يستجيب لك فيما طلبته أنت منه. كن لله كما يريد يكن لك كما تريد. النبي بيقول لك الدعاء هو العبادة. ليه برضو؟ لأن أنت ممكن تصلي أو تصوم وما تحسش أنك عبد لله، لكن لا يمكن ترفع إيدك وتقول له الحقني إلا وأنت حاسس أنك عبد لله. فالدعاء هو العبادة. عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه. إيه ده، معقولة؟ أصلا أنا بتكسف أسأل ربنا، أصلا أنا ذنوبي كتير. من لا يسأل الله يغضب عليه. ليه؟ أنت مش محتاج حاجة؟ أنت قوي بنفسك يعني؟ ولا مش محتاج حاجة من ربنا؟ ولا ناسي أنه هو اللي عنده خزائن السماوات والأرض؟ ولا فاكر أن الدكاترة هم اللي حيشفوا لك ولادك؟ ده في حديث أنا بحبه قوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي. لا، اسمع تاني. إن الله يستحي، يستحي أن يرفع العبد يديه يقول يا رب يا رب ثم يردهما صفرا خائبتين. ربنا يستحي انك تقول له يا رب، لان ربنا كريم، فيستحي انك تقول له يا رب ويرجع ايديك صفر خائب، ما خدوش حاجه. لا يمكن، لازم تاخد حاجه. ايه رايك يا جماعه؟ اما انا يا جماعه حياتي اتغيرت سنين طويله. تصدقوا ان انا بدايتي كلها ان انا مره كنت بعمل عمره وانا عندي 20 سنه، شاب ما حدش يعرفه، رفعت ايديا في العمره وقمت قايل: اللهم أحيي بي سنة النبي وبلغ صوتي للآفاق. ولا كنت أتخيل في حاجة من اللي فيها. يبدو أنها استجيبت في اللحظة دي، لأني ما دعيتش إلا يوميها. صدق يا جماعة أن أنا قعدت 10 سنين ما بخلفش، ما عنديش عيال، لغاية يوم في عرفة، وطول يوم عرفة في الحج: يا رب ارزقني يا رب ارزقني. والله العظيم والله العظيم نزلت من على عرفة، يدوب خلصت منها لقيت مراتي بتقول لي انا تعبانه، رحنا للدكتور انت حامل. علي ابني ده معجزه من معجزات الدعاء الى الله. خلي عندك ثقه. 4 شروط لاستجابه الدعاء، احفظهم. 1، اليقين في الاجابه، ادعوا الله وانتم موقنون في الاجابه. اوعى تقول يا رب لو شئت اعطيتني كذا، يعني ايه؟ لكن اعزم في المساله. النبي بيقول لنا كده، انا متاكد انه هيستجيب لي. 2، الخشوع في الدعاء، تبقى خاشع مش كده، لا كده قلبك مشدود. يقول عبد الله بن عمر: أنا أعلم متى يستجاب دعائي. قالوا له: إزاي بتعرف؟ قال: إذا خشع القلب واهتزت الجوارح ودمعت العين أقول هذه ساعة إجابة. يبقى 1، اليقين. 2، الخشوع. 3، عدم الاستعجال. أنا في دعوات قعدت أدعيها لمدة 10 سنين. أه والله في دعوات قعدت أدعي 10 سنين. أعرف صديق ليا كان نفسه يتجوز واحدة بيحبها قوي، 7 سنين بيدعي ربنا أنه هو يجوزها له وأهلها مش موافقين. فجأة في نص ساعة كله خلص واتجوزها. إيه ده؟ إيه الدعاء ده؟ ليه ما بندعيش؟ معاك حاجة رائعة زي ما بتستخدمهاش. الحاجة الرابعة والأخيرة، أكل الحلال. اوعى تاكل حرام وتفتكر أن ربنا هيستجيب دعائك. 4 شروط لإجابة الدعاء، استبشروا وادعوا يا جماعة، ادعوا في سجودكم، ادعوا بالعامية، مش لازم باللغة العربية، ادعي باللي في قلبك. قول له أنا غلبان ماليش غيرك، قل له حن علي أنا ماليش إلا أنت، قل له أنا ضعيف ارزقني، افرج علي استرني، ما تفضحش ماليا، ادعي باللي في قلبك. ربك كريم قريب مجيب يستجيب دعائك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.